في درس سابق كنا قد تطرقنا إلى الأنواع المختلفة للتحريضات، ورأينا أن هناك 5 أنواع من التحريضات البسيطة: الشد البسيط تراكسيون سامبل، الانضغاط البسيط كومبريسيون سامبل، القص سيزيمون، الانحناء البسيط فليكسيون سامبل، والالتواء تورسيون. في هذه الحصة سنتناول بشيء من التفصيل الانحناء البسيط. لتكون الرافدة التالية، إذا قمنا بتطبيق قوة بشكل عمودي على المحور الطولي للرافدة، فستحدث إزاحة مشكلة انحناء بسيط للرافدة. تحت تأثير الانحناء البسيط تتشكل في رافدة منطقتين مختلفتين: منطقة عليا معرضة للانضغاط، ومنطقة سفلى معرضة للشد. بصورة خاصة نميز 3 أنواع من الألياف: ألياف منضغطة معرضة لعملية الانضغاط، ألياف مشدودة معرضة للشد، وليفة حيادية الإجهاد فيها يكون مساوي للصفر. إذا قمنا بإنشاء مقطع افتراضي في رافدة معينة، فاصلة المقطع لتكون X، وقمنا بفصل الطرفين، فسنجد أن الانحناء البسيط سيولد جهد قص T2X وعزم داخلي M2X. نفس الشيء بالنسبة للطرف الثاني ولكن بإشارة مختلفة: جهد قص T2X وعزم داخلي M2X. عدد المقاطع الافتراضية يتعلق بالتغير في الحمولة. مثال أول: بالنسبة لهذه الرافدة نحتاج إلى مقطعين. المقطع الأول يمثل المقاطع المحصورة ما بين المسند ونقطة تطبيق القوة. المقطع الثاني يمثل المقاطع المحصورة ما بين نقطة تطبيق القوة والمسند الثاني. مثال ثاني: بالنسبة لهذه الرافدة نحتاج إلى 3 مقاطع افتراضية. المقطع الأول يمثل المقاطع المحصورة ما بين المسند ونقطة تطبيق الحمولة الأولى. المقطع الثاني يمثل المقاطع المحصورة ما بين نقطة تطبيق الحمولة الأولى ونقطة تطبيق الحمولة الثانية.
المقطع الثالث يمثل المقاطع المحصورة ما بين نقطة تطبيق الحمولة الثانية والمسند. بالنسبة لعنصر معرض للانحناء بسيط، في كل مقطع من المقاطع المكونة للعنصر سيتشكل جهد قاطع تيدو إكس مختلف عن الصفر، وعزم انحناء أم دو إكس مختلف عن الصفر. بصورة عامة، تحت تأثير مختلف الحمولات الخارجية المؤثرة على عنصر معين، ستتشكل قوى داخلية أو جهود داخلية، حيث نميز جهد ناظمي N دو X، جهد قاطع T دو X، وعزم داخلي عزم انحناء M دو X. بالنسبة لعنصر معرض للانحناء البسيط، الجهد الناظمي سيكون معدوم، لأن القوى الأفقية معدومة. جهد القص سيكون غير معدوم، وعزم الانحناء غير معدوم. ملاحظة، إذا حدث وإن كان الجهد الناظمي يساوي الصفر وجهد القص يساوي الصفر وكان العزم غير معدوم، فالانحناء في هذه الحالة يسمى بالانحناء الصافي (flexion pure). إذا اخترت رافدة معينة معرضة لحمولات مختلفة وأردت رسم مخطط الجهد القاطع، أقوم أولا برسم المحور OX المعبر عن فاصلة المقطع المدروس على مستوى محور تراتيب، أمثل قيم T الجهد القاطع، الاتجاه الموجب يكون نحو الأعلى، وبالتالي فالقيم الموجودة فوق المحور OX هي قيم موجبة بالنسبة لـ T، والقيم الموجودة تحت المحور OX هي سالبة بالنسبة لـ T. نفس الشيء بالنسبة لمخطط عزم الانحناء، أرسم المحور OX الممثل لفاصلة المقطع المدروس على مستوى محور التراتيب، أعين قيم عزم الانحناء، الاتجاه الموجب يكون نحو الأسفل، وبالتالي فالقيم الموجودة تحت المحور OX هي قيم موجبة بالنسبة للعزوم، أما بالنسبة للقيم الموجودة فوق المحور OX فهي قيم سالبة بالنسبة للعزوم. قد يتساءل الطالب هنا عن الهدف من إنشاء مخطط الجهد القاطع ومخطط عزم الانحناء. الجواب ببساطة، لاستخراج المقطع الحرج أو المقطع الخطير. ولكن ما هو المقطع الحرج؟ المقطع الحرج هو المقطع الذي يحوي الإشهاد الأعظم، أي أكبر قيمة إما لـT أو أكبر قيمة لـN. للتوضيح أكثر، لنعتبر المثال التالي: رافدة طولها L معرضة لحمولة موزعة بانتظام Q.
سأفترض أنني قمت برسم مخطط الجهد القاطع دو إكس، وأفترض أنني قمت أيضا برسم مخطط عزم الانحناء أم دو إكس. لاحظ، بالنسبة لمخطط الجهد القاطع دو إكس، أكبر قيمة للتي موجودة على مستوى المساند. إذن المقطع الحرج بالنسبة للتي هو على مستوى المساند. لماذا؟ لأن أكبر قيمة موجودة هنا. أما بالنسبة لمخطط عزم الانحناء، فأكبر قيمة لآم موجودة في منتصف الرافدة ال على 2. إذن المقطع الحرج بالنسبة للعزوم موجود على مستوى منتصف الرافدة. طبعا هذا بالنسبة لحمولة موزعة بنطيطة. في الانحناء البسيط نسجل ما يلي: عزم الانحناء سيولد إجهاد ناظمي سيجما، بينما الجهد القاطع سيولد إجهاد مماسي طو. وبالتالي فإن التحقق من شرط المقاومة يستلزم من جهة التحقق من الإجهادات الناظمية، ومن جهة أخرى التحقق من الإجهادات المماسية. الإجهاد الناظم محقق إذا تحققت العلاقة التالية: الإجهاد الناظمي المطبق أقل من أو يساوي الإجهاد الناظمي المسموح به. أما بالنسبة للإجهاد المماسي فهو محقق إذا تحققت العلاقة التالية: الإجهاد المماسي المطبق أقل من أو يساوي الإجهاد المماسي المسموح به. الإجهادات الناظمية محققة إذا تحقق الشرط التالي: الإجهاد الناظمي المطبق أقل من أو يساوي الإجهاد الناظمي المسموح به. علاقة الإجهاد المطبق في حالة الانحناء البسيط تعطى بالعلاقة التالية: حيث آم يمثل العزم، وبالضبط العزم الأعظمي، إي عزم العطالة، و إيغراك هي المسافة الفاصلة ما بين العنصر أو المحور الحيادي والليف المطروس. مثلا إذا افترضت المقطع التالي المحور الحيادي، فإذا كنت أدرس على سبيل المثال هذه الليفة، فإيغراك ستكون المسافة ما بين المحور الحيادي والليفة المدروسة. بالتعريف، لدينا معامل المقاومة يساوي عزم العطالة على إيغراك، منه العلاقة الأولى تصبح على الشكل التالي: حيث آم هو عزم الانحناء العزم الأعظمي، و W هو معامل المقاومة. ملاحظة: حتى تكون السيجما أكبر قيمة، قيمة أعظمية، لابد أن أخذ آم قيمة العظمى والقيمة العظمى لإيغراك. بالتالي إيغراك
سيكون المسافة ما بين المحور الحيادي وأبعد ليف، هذا هو أبعد ليف في حالة الانضغاط، وأبعد ليف في حالة الشد. إذا كنا في الليف الأعلى فإيكغاك ستكون أش على 2، أما إذا كنا في الليف الأسفل فإيكغاك ستكون ناقص أش على 2، باعتبار أن الإيكغاك سالب في هذا الاتجاه. كحالة خاصة، وعلى اعتبار أن الشكل المستطيل هو الشكل الأكثر استعمالا، فإن عزم العطلة يعطى بالعلاقة التالية، بحيث B هو عرض الرافدة، H ارتفاع الرافدة. عزم العطلة سيصبح BH مكعب تقسيم 12. الإجهادات المماسية محققة إذا تحققت العلاقة التالية: الإجهاد المماسي المطبق أقل من أو يساوي الإجهاد المماسي المسموح. يمكن حساب الإجهاد المماسي المطبق باستعمال العلاقة المختصرة التالية: ك تمثل معامل يتعلق بشكل المقطع، ت الجهد القاطع القيمة العظمى، S مساحة المقطع. هنا نشير إلى الملاحظة الهامة التالية: عندما نتحدث عن شرط المقاومة، سواء بالنسبة للإجهاد النظيمي أو بالنسبة للإجهاد المماسي، فالمقصود بسيجما المطبقة الإجهاد المطبق هو الإجهاد الأعظمي، أكبر قيمة على مستوى الرافدة. نفس الشيء بالنسبة للطو، فالمقصود به طو ماكس، أكبر قيمة للإجهاد المماسي المطبق. بعبارة أخرى ما يلي: سيجما ماكس يجب أن تكون أقل من أو تساوي سيجما أدميسيبل، و تو ماكس يجب أن تكون أقل من أو تساوي تو أدميسيبل. لماذا القيمة العظمى؟ السبب بسيط جدا، وهو إذا كانت هذه العلاقة الأولى أو العلاقة الثانية محققة من أجل القيمة العظمى، فهذا يعني ويستلزم أن العلاقة محققة لجميع القيم الأخرى، باعتبار أن القيم الأخرى هي قيم أقل من القيمة العظمى. من أين نستخرج القيمة العظمى؟ بالنسبة للجهد الناظمي، القيمة العظمى نستخرجها من مخطط هزوم الانحناء. أما بالنسبة للجهد المماسي، القيمة العظمى للجهد المماسي، فهذه القيمة نستخرجها من مخطط الجهد القاطع. المراحل العامة لدراسة رافدة تحت تأثير انحناء بسيط يمكن أن نلخصها فيما يلي: حساب ردود الأفعال في المساند، استخراج معادلات الجهد القاطع T دو إكس وعزم الانحناء M دو إكس، استنتاج الجهد القاطع الأعظمي وعزم الانحناء الأعظمي، والتحقق من شرط المقاومة سواء بالنسبة للإجهادات الناظمية أو الإجهادات المماسية.
بالنسبة للأسئلة التي تلي حساب ردود الأفعال، قيمها ترتبط بقيم ردود الأفعال، بمعنى أي خطأ أثناء حساب ردود الأفعال يؤدي بطريقة إلزامية إلى أن قيم الأسئلة المتبقية هي قيم خاطئة، وهذا يعني أن هناك مجموعة من النقاط ستذهب في مهب الرحلة. ولهذا ننصح الطالب قبل أن يشرع في حل الأسئلة المتبقية أن يتأكد من أن قيم ردود الأفعال هي قيم صحيحة. بالنسبة لسؤال التحقق من شرط المقاومة، يمكن أن يعطى بطريقتين مختلفتين، إما الطريقة المباشرة بمعنى أن يعطى لنا الإجهاد المسموح ويطلب التحقق من شرط المقاومة، إذا نحسب الإجهاد المسبق انطلاقا من هذه العلاقة. إذا أعطي لنا أبعاد المقطع أو باستعمال هذه العلاقة إذا أعطي لنا معامل المقاومة بين قوسين بالنسبة للمجنبات البروفيل، أو طريقة غير مباشرة أن يطلب على سبيل المثال أن نستخرج نوع أو شكل المجنب المناسب، فهنا يعطى لنا الإجهاد المسموح به ويعطى لنا بالنسبة لإجهاد معين مطبق أن نستخرج المجنب المناسب. نفس الشيء بالنسبة للإجهادات الملموسة. كنموذج بالنسبة للأسئلة التي تطرح في شهادة البكالوريا، لدينا هنا رافدة تستند على مسند مضاعف مزدوج ومسند بسيط، معرضة لحمولة موزعة بانتظام على طول الرافدة، وحمولة مركزة. أبعاد المقطع، مقطع العارضة أو الرافدة. الأسئلة عموما هي حساب ردود الأفعال عند المسندين A و B، كتابة معادلات الجهد القاطع T دو X وعزم الانحناء M F دو X على طول الرافدة، ثم رسم المنحنى البياني. ثالثا حساب الإجهاد الناظمي الأعظمي سيجما ماكس والإجهاد المماسي الأعظمي تو ماكس. أعطي لنا العزم الأعظمي والجهد القاطع الأعظمي. ملاحظة بسيطة، إذا لم يكن هناك فخ أو خدعة فقيمة العزم الأعظمي وقيمة الجهد الأعظمي هي القيم الواردة في السؤال الخاص بتعيين الجهد القاطع وعزم الانحناء. كنموذج ثاني لدينا رافدة تستند على مسند مضاعف ومسند بسيط، معرضة لحمولة موزعة بانتظام على طول الرافدة، موزعة بانتظام على جزء من الرافدة إلى جانب حمولة مركزة. الأسئلة بسرعة ما: حساب ردود الأفعال عند المسندين A و B، كتابة معادلات الجهد القاطع T دو X وعزم الانحناء M F دو X على طول الرافدة، ثم رسم المنحنى البياني الخاص ب T والمنحنى البياني الخاص ب M. ثالث استنتاج العزم الانحناء الأعظمي والجهد القاطع الأعظمي. طبعا هذه القيمة ستكون إن لم تكن هناك خدعة هي نفسها القيمة الواردة في السؤال الرابع. هنا إذا في السؤال الرابع أعطيت لنا الخصائص الهندسية لمجموعة من مجنبات لبروفيل، نقوم بحساب معامل المقاومة، وانطلاقا من قيمة هذا المعامل سنقترح المجنب المناسب. طبعا المعطيات هي العزم الأعظمي والإجهاد الناظمي المسموح به.
كعينة للتمارين الواردة في شكل البكالوريا، إذا لدينا رافدة تستند على مسند بسيط ومسند مضاعف مزدوج، ورافدة تستند على مسند ثلاثي وحرة في الاتجاه المقابل. فيما يخص ردود الأفعال بالنسبة للحالة الأولى، نسجل ما يلي: هناك رد فعل في الاتجاه الشاقولي بالنسبة للمسند البسيط، رد فعل في الاتجاه الشاقولي وفي الاتجاه الأفقي بالنسبة للمسند المضاعف، ورد فعل شاقولي، رد فعل أفقي وعزم داخلي بالنسبة لمسند ثلاثي. بالنسبة للحمولة المحتملة، هي حمولة مركزة وحمولة موزعة بانتظام. حمولة مركزة وحمولة موزعة بانتظام. التوزع قد يشغل طول الرافدة وقد يشمل جزء من الرافدة. لكي تستطيع عزيزي الطالب حل تمرين يخص الانحناء البسيط، إضافة إلى ما تقدم، يجب عليك أن تلم بالمفاتيح الأساسية التالية. هناك ثلاثة أنواع من المساند: المسند البسيط أبوي سامبل، المسند المزدوج أبوي دوبل، والمسند الثلاثي أبوي تريبل انكاسترومون. المسند البسيط هو مسند يمنع الحركة في الاتجاه الشاقولي، يسمح بالحركة في الاتجاه الأفقي، ويسمح بالدوران. المسند المزدوج يمنع الحركة في الاتجاه الشاقولي، يمنع الحركة في الاتجاه الأفقي، ويسمح بالدوران. المسند الثلاثي يمنع الحركة في الاتجاه الشاقولي، يمنع الحركة في الاتجاه الأفقي، ويمنع الدوران. ملاحظة هامة: عندما يكون هناك منع للحركة، فهذا يعني أن هناك رد فعل. إذا كانت الحركة مسموحة، رد الفعل يكون مساوي للصفر، بينما إذا كانت الحركة ممنوعة، فرد الفعل سيختلف عن الصفر. من هذا المنطلق يمكن نستنتج ما يلي: بالنسبة للمسند البسيط، هناك رد فعل في الاتجاه الشاقولي. بالنسبة للمسند المزدوج، هناك رد فعل في الاتجاه الشاقولي، وهناك رد فعل في الاتجاه الأفقي. بالنسبة للمسند الثلاثي، هناك رد فعل في الاتجاه الشاقولي، رد فعل في الاتجاه الأفقي، وهناك عزم يعاكس العزم المتولد من تأثير الحمولة. معادلات التوازن: لفهم هذه المعادلات، لنفترض جسم موجود في معلم X Y مستوي. هذا الجسم يمكن أن يقوم بثلاثة أنواع من الحركة: حركة وفق المحور X، حركة وفق المحور Y، وحركة دوران.
حتى يكون هذا الجسم في حالة اتزان لابد من تحقق العلاقات التالية: مجموع القوى وفق المحور X مساوي للصفر، أي أننا سنمنع الحركة على المحور X. ثانيا، مجموع القوى وفق المحور Y تكون مساوية للصفر، هنا سنمنع الحركة في الاتجاه Y. مجموع العزوم بالنسبة لأي نقطة من الجسم تكون مساوية للصفر، أي أننا سنمنع الدوران. هذه المعادلات تسمى بمعادلات التوازن، وسنستعملها لاستخراج ردود الأفعال. الإشارة عبارة عن مفهوم اصطلاحي، بمعنى يمكن للطالب أن يأخذ اتجاه معين موجب وطالب آخر يأخذ نفس الاتجاه اتجاه سالب، لكن المهم هو أن يحافظ الطالب على نفس الإشارة إلى نهاية العمليات. بالنسبة لنا سنأخذ كاتجاه موجب رد الفعل الأفقي، موجب في الاتجاه هو سالب في الاتجاه المعاكس، رد الفعل الشاقولي موجب في هذا الاتجاه والسالب في الاتجاه المعاكس. بالنسبة للعزم سنأخذه موجب إذا كان اتجاهه عكس اتجاه عقارب الساعة، أما إذا كان مع اتجاه عقارب الساعة فسيكون عزم سالب. عزم قوة: إذا افترضنا نقطة معينة وطبقنا حمولة P على بعد مسافة D، فهذه الحمولة ستولد عزم بالنسبة لA يكون مساوي لـ P ضرب D، أي القوة في الذراع، طبعا مع وجوب الأخذ باعتبار إشارة العزم هل هو عزم سالب أو موجب. مثال: رافدة معرضة لحمولة 3 كيلو نيوتن تبعد بأربعة أمتار عن المسند A وبمترين عن المسند B. هذه الحمولة بالنسبة للمسند A ستولد عزم، العزم سيكون عزم موجب لأنه عكس عقارب الساعة. قيمة هذا العزم ستكون 3 ضرب 4 أي 12 كيلو نيوتن متر. نفس هذه القوة بالنسبة للمسند B ستولد عزم مساوي لثلاثة ضرب اثنان أي ستة كيلو نيوتن متر، عزم سالب على اعتبار أن حركة هذا العزم هو مع حركة عقارب الساعة. الحمولات كثيرة ومتعددة. فيما يخص مستوى السنة الثالثة هندسة مدنية، نميز بصورة عامة الحالة التالية: رافدة ترتكز على مسند مزدوج ومسند بسيط، معرضة لحمولة مركزة، حمولة موزعة بانتظام على طول الرافدة، حمولة موزعة على طول معين من الرافدة. عنصر يستند على مسند ثلاثي وحر من الجهة المقابلة، معرض لحمولة مركزة، حمولة موزعة على طول العنصر توزع منتظم، وحمولة موزعة بانتظام على طول
معين من العنصر. في الواقع الحالات المدروسة تكون أكثر تعقيد من الحالات القاعدية السالفة الذكر، ولهذا نستعين بمبدأ تركيب التأثيرات. لشرح هذا المبدأ لنعتبر المثال التالي: رافدة معرضة لثلاثة حمولات، حمولتين مركزتين وحمولة موزعة بانتظام. التأثير الناتج عن هذه الحمولات الثلاثة يكون مساوي لتأثير الحمولة المركزة الأولى زائد تأثير الحمولة المركزة الثانية زائد تأثير الحمولة الموزعة بانتظام. بجمع هذه التأثيرات نتحصل على تأثير الحمولات الثلاث. الحمولة المكافئة: إذا كان لدينا حمولة موزعة بانتظام شدتها Q موزعة على طول مساوي لL، فتأثير هذه الحمولة يمكن أن نعوضه بتأثير حمولة مكافئة. إذن الحمولة المكافئة في هذه الحالة ستكون حمولة مركزة شدتها تساوي Q × L وتطبق في مركز ثقل الحمولة الموزعة بانتظام. إذن ستطبق على مستوى منتصف القطعة من الحمولة. من أجل رافدة معينة، إذا قمت بإجراء مقطع افتراضي على مسافة X من المسند وقمت بفصل طرفي الرافدة، سأجد ما يلي. بالنسبة لهذا الطرف سأسجل وجود جهد قاطع أو جهد القص لدى X وعزم داخلي، عزم انحناء M دو X. نفس الشيء من الجهة المقابلة، جهد القاطع أو جهد القاطع T دو X وعزم داخلي، عزم انحناء M دو X. في الأخير، إذا كان لديك عزيزي الطالب استفسار أو هناك أشياء مبهمة تحتاج إلى توضيح، فما عليك إلا ترك الانشغال على مستوى صندوق التعليقات. شكرا على المتابعة، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحصة القادمة.